ايه الغلاسه دي يعني؟ طب بما انكم سايحين ونايحين كده وجاهزين، انا كنت عايزه اقول لكم على حاجه، بس مش عايزه حد يتخض. في ايه يا امين؟ جوازه باظت؟ انا قلت الواد ده خرنج حامل. فاكرين التحاليل اللي عملتها قبل الجواز؟ التحاليل اللي طلبوها مننا، النتيجة طلعت. أنا عندي لوكيميا. سرطان في الدم. هو الاسم يخض، بس أنا قريت كتير ونسبة العلاج كويسة جدا. أنا مش عايزة أكون أنا هاخد أجازة من الشغل وهتعالج، هدخل المستشفى، الموضوع شهر ولا اتنين وكله هيبقى تمام. ما كنتش عارفة أخبي عليكوا أكتر من كده عشان أنا محتاجة، ومش عايزة نكد. أنا مش عايزة نكد ومش عايزة أزعل وكله هيبقى تمام. مش ده يعني اللي هيعمل فينا كده. كله هيبقى كويس. زوزو ماما بصيلي، هبقى كويس. انا هبقى كويسه.